اللاعب رونالدينو في البارسا، لكن دائما انا نقول في المباراه الاخيره اصبح لاعب مؤثر. نعم. في غياب ايتو وميسي بطبيعه الحال، لما يغيب ايتو وميسي ورونالدينو ياثروا على فريق البارسا، لان ثلاثه لاعبين هذم افضل مهاجمين في اوروبا. ونشوف اللقطة هذه الممتازة جدا والمباراة الأخيرة اللي قدمنا رائعة من روائع رونالدينو. شوفوا هذا الهدف الرابع لفريق البارسا، والهدف الممتاز اللي تحدثت عليه الصحف الإسبانية الأسبوع الأخير. ونشوفوا الإمكانيات اللاعب هذا الكبيرة، والشيء اللي تطور فيه اللاعب هذا في السنوات الأخيرة هو أصبح هداف. يعني في بداية الموسم شاهدناه في بدايته بعد 12 مباراة سجل 4 أهداف. لاعبه الوحيد بمعنى هو لا يدافع فقط. كابتن، ما رأيك في أن هذا اللاعب يتقاضى 63 ألف يورو في اليوم؟ يعني أنا أقول بصراحة نشاهد لاعبين يعني أقل في مستوى كبيرة وأقل مستوى ورواتب نتاعهم عالية.